السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. بعد ما عرفنا على هاد الماشين كيفاش تنجمو تريقلو لومبان نتاعها، اليوم غادي نهضر لكم على الموس كيما يكونش يقطع لكم الكتان. وراني داير بليزيور فيديو ومازال نزيد نعاود لكم كيفاش تنجمو تريقلو الموس كيما يكونش يقطع لكم الكتان. تبعوني باش تعرفوا كيفاش تريقلو الموس نتاعكم. اولا نقلعوا هادي، راها زيتيزان عندها واحد كوفر هنايا، هادي حاجه سهله كيفاش تقلعوها. تبعوني، هذا تحلوه كما هكذا، فوالا فوالا، قطعوا الكوفر هذا. هادي طريقه سهله، فوالا الكوفر راهو سهل، درت عليه فيديو كيفاش تنجمو تركبوه. فوالا عندو هاد الزنقات فوت تاع اللورا، من بعد ديرو كيما هكذا. بون دركا غادي نوريكم كيفاش تريقلو الموس هنا مراش يقطع لنا الكتان. تبعو معايا، فوالا الكتان كامل يفوت ليها ودير لنا فوالا مراش يقطع لنا الكتان كيما راكم تشوفو. فوالا دركا شوفوا كيفاش الريغلاج نتاع الموس كيما يكونش يقطع، مام تشريو جديد ما غاديش يقطع لكم الكتان. دونك هذا يقطع الكتان، مي شوفوا الطريقه كيفاش غادي نصلح الموس هذا. هي طريقه سهله، عندكم هذا اللي راكم تشوفوا باش نثبتوا هذا الموس هنايا. هذا دوك بهذا الفيس راه ثابت، نجم نقلعو نحل هنا، فوالا فوالا نجم نقلع الموس. دونك هنا ما نقلعش الموس، نخليه في بلاصته كما راكم تشوفوا. فوالا دركا عندنا هذا الفيس هنايا، هذا تاع طوندور دي فوا ينحل ويولي هذا ما يقصلكمش الكتان. لو طوندور هذا فوالا عندو واحد الفيس كما راكم تشوفوا هنايا. هذه طريقه سهله تنجمو تخدموها بوحدكم. نحلو الفيس هذا كما هكذا، نديرو تورنوفيس في هاد البلاصه، نجيبو زوج تاع لي تورنوفيس كما انا هو عندي زوج تاع لي تورنوفيس، ندير تورنوفيس هنا فوالا، وندير الطوندور يرجع الى الوراء كما راكم تشوفوا. فوالا تبعوا مليح كيفاش راني ندير. فوالا فوالا بعد الطريقة اللي راكم تشوفوا. فوالا من بعد نجيب لو تورنوفيس الثاني ونزير الفيس هذا الفوقاني باش يتبت هنا في بلاصته. فوالا نزير مليح باش ما يعاودش ينحل. فوالا توجور هنا يقعد لنا واحد فراغ كيما هكذا. دونك هنا لو طوندور راه طوندي على الموس الفوقاني باش يقص لنا الكتان. تبعني دروك غادي ندير كتان ونشوف. بون بعد ما تزيرو حاجة عادية، تردو هادي كوفر اللي يكون عندكم اللي يكونو قلعتوه بهاد الطريقة، وديرو كيما هكذا، ديرو بولون اللي تكونو نحيتوه من هنا. فوالا كيما شفتو دروك لو طوندور راه عندو ان كوفر هنايا. دونك غادي ندير الكتان وتشوفو معايا. دونك هنا فوالا كتان، فوالا فوالا كيما راكم تشوفو. فوالا 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 الكتان راه يقطع لنا كما شفتوا. هذه هي الطريقه كيفاش طونديو لا لام تستدير الموس نتاعكم كيما يكونش يقطع لكم الكتان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.